السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أشرح اليوم عن طريقة استخدام أداة اللاسو تول في برنامج أدوبي أنيميت. عندما ترغبون بقص أي شكل لديكم بشكل عشوائي، نقوم باستخدام أداة اللاسو تول الموجودة في شريط الأدوات، ونقوم بعمل أي شكل عشوائي داخل الشكل المراد قطعة، ثم نقوم بأخذ أداة الـ Selection Tool ونقوم بإزاحة الشكل. بهذه الطريقة نستطيع عمل أكثر من شكل بهذه الطريقة، سهلة جدا ومفيدة. أتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء.